السلام عليكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور صادمة هذا الصباح لسيارة سياحية كادت أن تختفي من حول الحادثة وتحولت لكومة حديد بعد اصطدامها بشاحنة من الوزن الثقيل، ولقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 2 آخرين اليوم الخميس إثر حادث مرور مروع وقع بالطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي تيارة والأغواطة على مستوى منطقة النعيمة بلدية عين الذهب. وحسب بيان الحماية المدنية فإن الحادث وقع على الساعة 6:09 وخلف للأسف 5 وفيات في عين المكان تتراوح أعمارهم بين 74 سنة، ومصابين 2 تم إسعافهم ونقلهم فورا من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية ميموني الطاهر بدائرة السوقر، وتم تحويل جثث المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة.